وحداتيا الى عبد الله ديب. هذا عبد الله تحرك بالشوط الثاني بشكل افضل. عبد الله ديب في كل الاتجاهات، التسديد الى سعيد مرجان وجول. هابي مرجان يرسم السعادة على وجوه الوحدات. الفوز احنا ناويين ان شاء الله منصورين، وطول للوحدات. يا الخضرة يا عمري، يا الخضرة يا عمري، معك للمامات. الفوز احنا ناويين ان شاء الله منصورين، وطول للوحدات. لا 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 لا. نادينا يا الغالي، نادينا يا الغالي، انسمهم بالسحاب. ان شاء الله منصورين، ان شاء الله منصورين، وتجيبوا بطولات. يا الخضرة يا عمري، يا الخضرة يا عمري، معك للمامات. الفوز احنا ناويين ان شاء الله منصورين، بطولة للوحدات. لا 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 لا. اي هدف الان سيرفع من الوتيرة أكثر وأكثر. رجائي عايد أمامية باتجاه حسن حداد، تدخل وعزة بالكت. الله 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 يا سعيد مرجان، الله الله يا سعيد مرجان. هدف روعة، هدف ولا بالخيال، هدف سوبر ستار. الهدف الأجمل 2017 2018، وعلى مسؤوليتي سعيد مرجان يسجل الهدف الأجمل هذا الموسم، الهدف الأجمل على الإطلاق. هدف يرفع على اليوتيوب، يرفع على الفيسبوك، على تويتر، في كل مكان. وحداتي يا نيالي، وحداتي يا نيالي، ابن مخيمات. نهتف بالصوت العالي، أي الوحدات قبالي، حارقهم بالهجمات. يا الخضرة يا عمري، يا الخضرة يا عمري، معك للمامات. الفوز احنا ناويين ان شاء الله منصورين، بطولة للوحدات. لا 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 لا. وحداتي معذبني لعبك والله يعجبني، علمهم يا وحدات. رح نبقى متحدين جمهور ولاعبين على حبك يا وحدات. الله، هناك الهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق اللاعب سعيد مرجان. سعيد مرجان كرة رأسية أخرى داخل مرمى فريق المنشية. سعيد مرجان في الدقيقة 65، رغم اشتراك الحارس صلاح مسعد، ولكن سعيد مرجان يسبق إلى الكرة ويسجل الهدف الرابع. مرحلة قوية. الله 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 يا سعيد مرجان، الله يا سعيد مرجان. نادينا يا الغالي، نادينا يا الغالي، انسمهم
لمصلحة الوحدات اللي لما بتلعب على هدف الثاني ناحية برجان يعطي الأمان يعطي الثقة يعطي الإصرار يعطي التحدي على الصف. والي الدميري بتلعب رقم 18 للوحدات وهدف من التعادل هدف من التعادل اذا هدفين مقابل هدفين هدفين مقابل هدفين يعود الاخضر يعود الاخضر. الهدف الثاني وجول جول سعيد مرجان انهى المباراة تماما سعيد مرجان. هنا نشاهد التحرك للاعب الوحدات تهيا وبشكل سريع تلعب الى الامام هجمه مرتده هنا للوحدات الوصول للهدف الثالث سعيد الهدف الثالث وانطلاقه بثبات وجداره وسعيد مرجان ينهي الحديث في هذا اللقاء.
سعيد مرجان. سعيد والهدف الثاني، الهدف الثاني بتسديده مباغته من سعيد مرجان. سعيد مرجان يعزز متقدم الوحدات بالهدف الثاني في الدقيقة 86. الدقيقة 86. الأقوى هجوما وكذلك الأقوى دفاعا. إذا كرة وحدتية في منطقة 18. الله سعيد مرجان، سعيد 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 مرجان يسعد بتأكيد الجماهير الوحدتية هنا في مدرجات عمان استاد عمان الجوي. ذكية جدا 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 جدا. وجول جول سعيد مرجان باش مهندس الكرة الوحدتية، الباش مهندس مرجان. الوحدات قبالي حارقهم بالهجمات.